طيب، لمناقشة هذا الموضوع يوجد معي بالاستوديو السيد عبد العزيز مجاهد، اللواء المتقاعد والخبير في الشأن الأمني. مرحبا بك. أهلا وسهلا. طيب، خلال مداخلتك في التقرير قلت بأن هذا لا يكفي، يعني إجراءات تتعلق ربما بحجب هذه المواقع نهائيا، هذه الإجراءات لا يكفي. هل تعتقد بأن خطورة الوضع تتعدى هذه الإجراءات إلى إجراءات أخرى؟ أولا سيدي، موضوع حساس كهذا علينا أن نبتعد عن الانفعال والعاطفة ونتناوله ونطرقه له بموضوعية أكيد. لمواجهته ومجابهته وحسن اختيار العلاج المناسب له. احنا لو الشباب نتاعنا نتكلموا عليه، احنا نتكلموا على هذه الظاهرة، وأظن غابت علينا الدقة في التطرق للموضوع هذا. ما هي الإحصائيات؟ ما هو عدد الشباب المغرر به؟ إذا كان عندي عدد الشباب المغرر به، نقدر نقوم بعملية تحليل، هل هذه أغلبية أم هذو عبارة عن حالات نادرة، استثناء اللي هي تأكد قاعدة. طيب، هنا يكمن التحدي، لأنه لا يمكن حصر هؤلاء الشباب التي تصفهم بالمغرر بهم، لأنه كل واحد على مستوى، كل واحد في منزله. أصبح بإمكان الشاب الجزائري وهو في منزله نعم، وحتى أقرباؤه لا يعلمون بالخطر المحدق به من خلال كل ما يشاهده عبر تصفح هذه المواقع. تمام. ولكن أنا بالنسبة لي هذه المواقع تبث في خطاب وفي رسالة. هذه الرسالة هل واجهناها، هل جابهناها، هل عالجناها؟ لازم نحكم الرسالة هذه، ولازم نبين ونبرز ونظهر للشباب باللي هذا ضلال. كيف ذلك؟ أنت تشوف باللي كاين تعصب، كاين خبراء وأخصائيين يقدروا يعطيوك لمواجهة التعصب ماذا نفعل. أولا، إذا كان هذا الشاب هذا استطاعوا أنه يأثروا فيه، معنى ذلك باللي إحنا لم نحصنه من الجانب الثقافي، من جانب الوعي، الفكر، الجانب الروحي، الجانب الاجتماعي. هذه الجوانب هذه كلها لازم تؤخذ بعين الاعتبار. هذا لما هذا الشاب هذا بالنسبة لي أنا، احنا رانا نتعامل معه كأنه لا مسؤول. لا، هو مسؤول، ولكن إذا حللنا الوضعية نتاعو نكتشف باللي النقص والضعف اللي فيه احنا مسؤولين عليه. لأن هذا الشاب هذا المضلل به اللي ضلوه، هل نشأ ضال أم تكون وانحرف في مع وسط العوامل هذه؟ في وسط المجتمع نتاعنا؟ معنى ذلك باللي كاين عدة أطراف مسؤولة على هذه. لازم نحدد المسؤوليات، لازم نحدد الصلاحيات، لازم نضبط الواجبات، وكل واحد فينا يعرف واجباته ويعرف صلاحياته ويعرف مسؤولياته، باش نكونوا هذا الشاب نحصلوه ما يكونش فريسة بين أيدي هذا الضالين. أولا، هذا الضالين احنا ما حددناهمش، شكون هما الضالين هذا والمضللين، شكون هما؟ باش يقولون نقدر، بأن الحرب الصعبة هي التي لا تعرف فيها عدوك. هذا باش تدخل اي معركه، اذا ما عرفتش عدوك فانت خاسر. احنا علينا ان تحديد الضلال، حصر الضلال، وتعيين وتبيين المضللين. طيب، البلدان، اسمح لي تفضل. دقيقه بارك لو سمحت. تفضل. انت تكلمت على النظام السعودي. هل تعلم يا اخي العزيز باللي السنه الماضيه في 2014 النظام السعودي راجع وقاعد يضبط في المنظومة التربوية نتاعو، لأنه تسلل، اكتشفوا باللي هما البذرة نتاع التطرف والتعصب والتكفير هما اللي زرعوها تكون من المنظومة في المنظومة. هما قرروا السنة الماضية يرسلوا 25,000 معلم من الجنسين بنات وذكور، يبعتوهم للخارج للدراسة على أسس مضبوطة. مضبوطة، غير محرفة وغير
ممنهجة هكذا، ماشي ممنهجة، مسمومة. احنا فكرتني لا يفكرك في الشهادة، كاين ناس عندنا احنا في الجزائر هنا يدعيوا باللي هم من اتباع مالك بن نبي، قول لهم هذ الناس هذو يجبدوا لنا افكار مالك بن نبي. ماذا قال مالك بن نبي؟ مالك بن نبي حذرنا من شيئين، من الموروث الميت ومن المستورد المسموم. احنا هذا الشباب اللي نتكلموا عليه هذو راهم عرضة وفريسة في هذا في هذا هذا الموروث الميت والمستورد المسموم. عندنا خبراء وعندنا متخصصين وعندنا شيوخ، الشيخ تواتي بن تواتي انا ما شفتوش في القنوات نتاعنا احنا، هذا انسان علامة، انسان متفتح، انسان متمكن، يعني قادر يكشف الضلال، وأنتم كإعلاميين اكشفوا المضللين واكشفوا الانحرافات. نعم. طيب يوجد معنا عبر الهاتف السيد رابح لوصيف، هو مختص في علم النفس الاجتماعي، يمكن ربما أن يفيدنا ببعض المعطيات التي ربما من شأنها تبرير كل ما يحدث عبر المتصفحات على النت. مساءك سعيد. مساء النور ومساء الخير لضيفك الكريم ولكل مشاهدي قناة النهار. طبعا سيد نصر كنت أستمع إلى ما تفضل به الضيف الكريم وأعتقد أن هو محق لكلمة استشفيت نقطة مهمة وكلمة مهمة، وهو أنه يجب أن نحصن الأبناء تاعنا، وأكيد أن العملية التي ستقوم بها وزارة البريد والاتصالات والتكنولوجيا أكيد يعني مهمة، أنا معها، لكن قبل ذلك نبحث عن الأسباب الحقيقية. أولا احنا برامجنا التربوية كما تفضل الأستاذ ومحتويتها والنشاطات الثقافية في المؤسسة التعليمية أو في خارج المؤسسة التعليمية هي ناقصة. ثم أننا لما نقول إباحية هو لازم نعرف حاجة، هو كل إنسان يبدأ يكتشف جسمه بعد البلوغ، فعليه نقول احنا هادو أصحاب هاد ليسيت يستغلوا، هما يستغلوا مهما كنت متحصن، درجة الحصانة اللي تكون فيها أكيد أنها العدد راح يكون قليل اللي راح يدخل، لكن حتى إذا دخل ما يقدرش يأثر عليه. لكن حابين شيء نتكلم ساعة من البداية، واللي هي الإباحية هذيك اللي يعني الليسيت هذوك اللي تكلمنا عليهم الأولين، ثم نروح للجانب الآخر، لأن الجانب الآخر هو جانب ديني وراح نشرحه أكثر من ناحية النفسية فقط ليس إلا. فمن ناحية النفسية في الجانب الإباحي، كل فرد بنت ذكر هو يريد أن يكتشف، يريد أن يكتشف، ومن خلال اكتشافه فيقول بالك أنا أني رجل، والطفلة تقول أنني بنت، هذه معروفة ففيها الغريزة. فإحنا هنا الغريزة هما في الليسيت هادو يلعبوا الغريزة. ولماذا؟ لأن إحنا واعتقد أن الأستاذ ضيفك الكريم تكلم ولو هو قالها هكا، لكن في الدال تاعها أو المدلول أحسن، المدلول تاعها عنده معنى آخر بجانب النفسي نحلو أنا. فقال أنها لازمنا نحصلهم كيف؟ أني أنا نتكلم مع الأبناء تاعي، نخليهم معايا في النشاطات، في النشاط هذاك الجنسي نديروا عملية ما يسمى التحويل، نحوله إلى أشياء أخرى، فبالتالي هذيك الغريزة الجنسية مريسة ما يوصل وقت الزواج، أو فهنا راهو يحولها إلى أنشطة أخرى، المساعدة في التعاون مع الجمعيات في الخير، فهذه بكل تخلينا شوية هذاك الشاب ما يروحش ضيف إلى ذلك أن مسؤولية الأباء. طيب بالنسبة للمواقع، مواقع التي تنشر الفكرة التطرفي أو التكفيري، هذه أنا نكمل برك النقطة تاع الأباء في الإباحية ثم نجي الأباء فقط، هما يتركوا الأبناء، هو يقول لك ولدي نعطي له الانتماد قاعد في البيت يا أخويا ما يقلق ما نخرجه نخاف عليه من الدروب نخاف عليه. لكن هو الخطأ الكبير هو أن لما نترك الإمتاع يرافقه من بعيد، نعرف نشوف شكون صحابه وشكون هما الزملاء تاعه وجماعة اللي يدور معها، هذا التفاعل لازم يكون علاقة اجتماعية. التربية هي تهدف إلى تكوين علاقة اجتماعية، والوسيلة هي العلاقة الاجتماعية، حبينا شئنا ما بينا، لكن لازمني أنا هذا الابن تاعي أو الانترنت هذا اللي مخليه له ليلا صباحا، فهذا هو اللي راح يخلي أشياء كثيرة تدخل عنده وراح تديه بدون ما نفق. روح الآن للجانب التطرف. جانب التطرف نعرف أن حتى الأبناء تاعنا في بعض الأحيان عندهم فراغات، احنا كبار في بعض الأحيان تمر بحالات فراغ، فخاصة لما يكون نحددوا السن ما بين
ما بين 13 حتى 25 سنه، فهو شوفهم برك لي جون تاعنا يتارجح انني نتصل بهم يوميا، يتارجح راهو متدين، ومن بعدها بطل الصلاه، ومن بعدها ولا يدير هذيك الاشياء فكره ومن بعد يبطلها، فيتارجح. ماهوش مرحله فريق، هي مرحله يتارجح فيها، اللي تيراي راه مجبود ما بين قطب الف وقطب باء، ساعات مليح عندي شجاع وساعات جبل. لما تجيه الفكره هذاك ينشرها له، هو يحد عنده واحد كبير مسؤول في جماعه يعطي له قيمه، يحس بلي عنده قيمه اجتماعيه اللي ما عطيناهالوش حنا، ما عطيتهالوش انا كوالي، ما عطاهالوش هذاك المدرب تاعو، ما عطاهالوش في الحي. فلما يدخل يعيش في الفيرتوال، يعيش معاه في الجانب العالم الافتراضي اكثر، فيضم لما يروح راح يتفاجئ باشياء جديده. فهذه اللي لازم احنا نقولوا لما نحبسها، راح اكيد راح نشرح له، راح مع المجتمع مع الجمعيات، هذه لازمها، مش نقول في هذه المواقع ومن بعد نتفرج، لا نوقف، لكن فيها العمليه التحسيسيه مع الجمعيات كذا، باش نخليوا هذا الشاب تاعنا، وهذه تجربه قمنا بها مع مجموعه من شباب، يعني باش نقولوا النظري فقط، تلقاهم باللي فعلا انهم يعودوا في الفعل يحس بروحه معك عنده قيمه اجتماعيه، وبالتالي هو هذاك اللي يلعب له على القيمه الاجتماعيه تعطيها له انت كل ما يعطيها له الاخر. نعم، شكرا جزيلا لك على هذه المداخله الثريه، شكرا جزيلا لك السيد رابح لصيف، الخبير في علم النفس الاجتماعي، شكرا. عفوا، شكرا لك، بارك الله فيك. طيب أعود لك سيد عبد العزيز مجاهد، ربما المتتبع يقول لك ما العلاقة بين الصفحات ربما الموجودة على شبكة النت والخطر ربما على استقرار البلاد أو الخطر الأمني الذي يمكن أن تشكله؟ أول الخطر أن أبناء هذا الوطن أصبحوا ضحية بين أيدي عملاء لمشروع ضد المصالح الوطنية. تكلمت لك أنا قلت لك باللي لازم نحصنوا شبابنا ضد هذا الناس، وهو ما أضافه ربما الأستاذ، بارك الله فيه. لو ناخذ جهلنا للتاريخ وجهلنا حتى لديننا، أنا نعطيك أمثلة، إحنا بالنسبة للتطرف والتعصب والتكفير خذوا مثال هذا تاع العصابات، بدون ما نذكر الاسماء هكذا باش ما نطيحوش في نخرجوا على نذكروا شكون، نذكروا العصابات الاجراميه. تفضل. العصابات الاجراميه، لما نتكلموا على هذه العصابات الاجراميه اللي هم يتسطروا بالاسلام، انا رافعين رايه الاسلام، انا نذكر نفسي ونذكرك ونذكر اخواني ونذكر كل المسلمين، هل نتذكر فتح مكة من طرف الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل أسال الدماء؟ هل قتل؟ هل دمر؟ هل قطع حتى شجرة لم تتقطع؟ هذا الرسول عليه الصلاة والسلام اللي احنا نتبعه من أتباعه، قدوة تاعنا. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فتح القدس ماذا فعل؟ سيدنا عمر أولا حافظ على القدس كما كانت، ولكن كانوا اليهود في هذاك الوقت مطرودين وممنوعين دخول القدس، سيدنا عمر رضي الله عنه رجعهم للقدس ورجع لهم المعابد نتاعهم اللي كانوا الصليبيين استولوا عليها. صلاح الدين الأيوبي لما فتح القدس، لما حرر القدس من الصليبيين ماذا فعل؟ هل قتل؟ هل ذبح؟ بالعكس، رجع للمسلمين مساجدهم، قال للمسيحيين حافظوا على كنائسكم، المسلمين استرجعوا مساجدكم، واليهود استرجعوا معابدكم. هذو احنا بالنسبة لنا كمسلمين هذا هو الإسلام. هل أبرزنا هذه الصورة لأبنائنا وللعالم اللي شوهنا، اللي هذه العصابات المجرمة شوهت ديننا؟ يعني وهو الأسلوب الجديد، هذه المواقع ربما هي طريقة جديدة، هو السلاح الجديد، ولكن أنتم كإعلاميين والدولة وسائل إعلامها والمجتمع كله والجامعات والخبراء والمتخصصين، يا سيدي هذا كاين جانب تاريخي لازم نتكلموا عليه، هذا تاريخ، جانب ديني لازم نتكلموا عليه، جانب اجتماعي لازم نتكلموا عليه، جانب إعلامي، كل واحد فينا لازم يبرز محاسن مجتمعنا، محاسن ديننا، وحتى العلماء نتاعنا اللي هما
قلت لك مالك بن نبي ولا محمد أركون الله يرحمه. محمد أركون واش خلانا؟ هذو في اثنين خلاو لنا إرث احنا ما استغليناهش. نعاود نكرر لك، مالك بن نبي واش قال لنا؟ الموروث الميت والمستورد المسموم. ومحمد أركون واش قال لنا؟ قال لنا انتبهوا، انتم مجتمع مصاب بالجهل المؤسس، وهذا نظام تعليمي اللي تكلم عليه السيد الخبير صح. احنا كلنا نشتكي باللي المنظومه نتاعنا فيها نقص على كل المستويات، وحتى الجهل المقدس حتى ديننا نجهلوه. احنا ديننا هذاك النهار نسمع في ناس الله يسمح لهم يتكلموا على غردايا ويقول لك هذو خوارج. يا اخي انت جاهل، ما تعرفش واش هو الخوارج، وما تعرفش شكون هما الاباضيين. روحوا اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، روح اسال الشيوخ اللي يعرفوا، شيخ تواتي بن تواتي، شيخ مالكي، روح اسمعوا واش يقول على الاباضيين، راح يقول على بني اباضي. طيب سؤال اخر سيد عبد العزيز مجاهد في في في, في موضوعنا دائما، يا هل ترى تعتقد بأن هذا الإجراءات بحجب المواقع سيفي ربما أو يحد ويدحر خطر هذه المواقع؟ هو ضروري فقط. هو ضروري وغير كافي. هو ضروري، ولكن لازم يكون ضمن استراتيجية كاملة تاع الدولة، استراتيجية كاملة تاع المجتمع، استراتيجية كاملة تاع كل الجزائريين. لازم كل نذكر باللي عنده مسؤوليات، عندنا واجبات، عندنا صلاحيات. نعم. كل واحد في ميدانه لازم يقوم بواجباته باش نغطيه. أولا باش نكشفوا العجز، باش نقدروا نواجهوا حاجة لازم نعرفوها نعرفوها، ولازم نبحثوا على الأحسن طرق لعلاجها والوسائل المتوفرة ولله الحمد. شكرا جزيلا لك سيد عبد العزيز مجاهد. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.